اهلا بيكم يا اصحابي، انا اسمي بمبا زغايا. انا بمبا بحب اتكلم كتير، لكن النهارده اكتشفت ان انا مش زغايا خالص، في واحده زغايا اكتر مني اسمها القوطه اللذيذه. ازيك يا القوطه؟ الحمد لله كويسه. عايز اسالك حبه اسئله. لما بتصحي من النوم بتعملي ايه؟ انا بغسل سناني وبغسل ايديا ووشي وبعمل حمام باكل ماما. كل ده اول ما بتصحي من النوم؟ وبتلعبي الالعاب بتاعتك؟ لعبه ايه؟ 9 8 ولا سمكه؟ 7. يا ولعبه السمكه اللي سمعت عنها؟ وبتاكلي اكل ايه؟ ايه الاكل اللي انت بتحبيه؟ رز. انت مش عارف الرز؟ عارفه الرز طبعا، ده انا بنبع عارفه كل حاجه. ملوخيه. وانت عارف يعني ان انت بتحب الملوخيه؟ انا بحب الملوخيه جدا طبعا. وايه كمان؟ كوكو بني. اللي بياكل زي القوطه يبعت لنا في التعليق. يبعت لنا في التعليق ونشوفكم في فيديو جديد. انا بامبا زغايا ومعايا القوطه هاتي. باي باي. عشان تشوفوا كل فيديوهاتي بسرعه اعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك على القناه وكله يفعل الجرس. انا ليلو.